قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. إنزال نصير والبهجة لرديف الوداد. قرر مسؤولي الوداد الرياضي لكرة القدم إنزال عبد اللطيف نصير وكذلك هيثم البهجة للفريق الرديف لرفض الأول المتول أمام اللجنة التأديبية للاستماع إليه في الأحاديث التي عرفها الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق الأحمر قبل سفره إلى مصر لمواجهة الأهلي برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولعدم امتثال الثاني لقرارات المدرب خلال المباراة ذاتها. وكشف مصدر مسؤول أن نصير والبهجة سيستمران في التدريب مع الفريق الرديف للوداد الرياضي إلى حين المتول أمام اللجنة التأديبية لمعاقبتهما لتفادي تكرار نفس الأخطاء وبالتالي إعادة الانضباط داخل المجموعة الودادية. يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم غادره في الأيام الأخيرة كل من إبراهيم النقاش الملتحق بنهضة الزمامرة وأنس الأصبحي المنتقل لاتحاد طنجة والنيجيري أوكوتشوكو الذي تم فسخ عقده مع الفريق الأحمر.